السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم معنا اليوم في حديث العمران في الجلسة الرابعة مع المعبرية إنصاف بن عثمان بعنوان تشكيل مدن العالم العربي التحديات والفرص المعاصرة في التنمية العمرانية مهندسة إنصاف مرحبا للجميع أهلا وسهلا فيكم شكرا للحضور في هذه السلسلة المعرفية معكم إنصاف بن عثمان الحمروني مهندسة معمارية ومخطة حضرية وباحثة في مجال التخطيط والتصميم الشامل والهندسة المستدامة وكشخصي أنا مؤسسة لإيكومن Spaces for Dignity هي منظمة غير هادفة للربح ومديرة تنفيذية لإيكومن ستوديو وهي مؤسسة اجتماعية Social Enterprise تؤكد ستوديو إيكومن ستوديو وإيكومن Spaces for Dignity على على مذهب تعدد التخصصات و يرتكز خصوصا على قوه الهندسه المعماريه والتخطيط العمراني في دورهم الفعال التحويلي للفن التشاركي والذاكره الجماعيه في تعزيز التعاطف والمرونه داخل المجتمعات. نحن مجموعه من الافراد من عديد التخصصات المتفانين في التصميم التشاركي participatory design and planning لمواجهة التحديات الحضرية في العالم العربي وإفريقيا بالخصوص قبل أن نبدأ يعني الرجاء أن لا تترددوا في تدوين الملاحظات وكتابة أفكاركم في مربع الدردشة طبعا بدون أحكام نحن معا ونستمع إلى بعضنا البعض والرجاء وضع الهاتف على وضع الصمت ومحاولة التركيز. سلسلة حديث العمران نبضات عمرانية Urban Pulse. هذه المبادرة هي مبادرة مجانية تهدف إلى التطرق إلى أساسيات ومحاور العلوم الحضرية. ستركز هذه السلسلة الأولى من العديد من السلسلات القادمة سنة 2025 على التخطيط الحضري لتطوير قراءة موازية ونقدية مع العالم العربي. تهدف هذه المبادرة التي انشأناها مع أركينت إلى تقديم فهم شامل للنماذج الحضرية العالمية التي أثرت على العالم لأكثر من قرنين من الزمن. بالإضافة إلى ذلك ستقدم هذه السلسلة عناصر أساسية تمكن المشاركين من فهم واستكشاف وتعلم أساسيات التخطيط. هذه السلسلة الأولى المتكونة من ستة حصص تهدف إلى تطرق لمفاهيم الرئيسية لكي نقدر في السلسلة التي تليها التمعن بشكل تفصيلي ونقدي للمنهجيات وكذلك لأدوات وأنواع التخطيط الحضري وأنماط العمران في دولنا العربية في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للدورات التي سبقت هذه الدورة كانت تتطرق لي للتخطيط الحضري حسب السرد الغربي كنا تطرقنا كذلك لنماذج التخطيط العمراني المنشأ الأساليب وكذلك الأطر المفاهمية من الفريموركس والتطبيق والدورة الثالثة كانت تتطرق بالخصوص للابعاد الرئيسية للتخطيط العمراني، The Dimension of Urban Planning. هذه الدورة ستكون اكثر تركيز على العالم العربي. سوف نتطرق للتحديات، للفرص المعاصرة في التنمية العمرانية. تم تصميم هذه الوحدة الأولى للمبتدئين والمتعلمين المتوسطين و سوف ممكن أن هذه الدورة لا تكون مناسبة للمحترفين بالخصوص حيث سيتم تقديم وحدات أكثر تقدماً في الأشهر القادمة كما يجب أخذ بعين الاعتبار أن الحاضرين من خلفيات متعددة اليوم سأقدم لكم مخططاً شاملاً حول التخطيط العمراني في العالم العربي سنستعرض الجوانب التاريخية والاجتماعيه والسياسيه التي شكلت التطور العمراني في المنطقه وسنناقش كيف استجابت المدن العربيه للتحديات المختلفه من الارث الاستعماري الى القضايا الحضاريه المعاصره الرجاء التمعن في المقتطفات الوارده في هذا الدرس التي تضيف جزء كبير للحديث دعونا نبدا فكبدايه المشهد التخطيط العمراني في العالم العربي يرتكز على عوامل مختلفه التي اثرت في تطوير المدن عبر المنطقه من السياقات التاريخيه الى الاتجاهات الحاليه هذا الفصل او هذا الجزء من من المحاضره يضع الاساس لفهم التطور المعقد للمساحات الحضريه كما نعرف يتكون الاقليم العربي من 22 دوله عضو تشكل جزء من جامعة الدول العربية موحدة بروابط تاريخية لغوية وثقافية تبتد من المغرب إلى عمان وتشمل مناظر طبيعية متنوعة نشأت الفكرة الجيوسياسية جيوبوليتيكال عن الإقليم العربي بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الامبراطوريه العثمانيه، مما ادى الى ظهور حركات وطنيه سعت الى توحيد الدول الناطقه بالعربيه. تاسست جماعه الدول العربيه عام 45 لتعزيز الوحده بين الدول العربيه وتعزيز التعاون الاقتصادي والحفاظ على السياده. لقد رسمت معالم فكره المنطقه العربيه الموحده، لكنها تواجه صعوبات بسبب المصالح السياسيه المتنافسه. تعقد هذه التحديات التي تواجهها جامعه الدول العربيه التخطيط الحضري المتماسك عبر المنطقه. ان عدم الاستقرار السياسي والاولويات الوطنيه المختلفه تعيق التعاون في القضايا الحضريه، وهذا جزء مهم جدا لفهم الصعوبات والتحديات لما نتكلم عن العالم العربي كمفهوم شامل. إن الموقع الاستراتيجي للإقليم العربي وموارده الطبيعية الشاسعة يجعله طبعاً نقطة محورية للاهتمام السياسي والاقتصادي الدولي. لقد نمت مدن مثل دبي والقاهرة بسبب هذه العوامل في السنوات الأخيرة. طبعاً أثر الاستعمار الأوروبي بشكل كبير على التنمية الحضرية في المدن العربية. وهنا لما نقول الاستعمار، هنالك أنواع شتى من الاستعمار، منها الاستعمار السياسي، الاستعمار الاقتصادي، الاستعمار الفكري، والاستعمار العسكري. مما خلق فوارق مكانية دائمة. وأدخلت القوى الاستعمارية البنية التحتية الحديثة، لكنها عطلت الأشكال التقليدية أو الفرناكولر بعد الاستقلال في وهنا نتكلم عن الاستقلال السياسي العسكري ركزت العديد من الدول العربية كتونس الجزائر إلى آخره على مشاريع التنمية الحضارية التي تهدف إلى التحديث والفخر الوطني ومع ذلك غالبا ما أغفلت هذه الخطط النمو السكاني السريع والمستوطنات طبعا الغير رسميه بما يعرف بالإنفورمال Informal Human Settlement. لقد شهد التخطيط الحضري في العالم العربي تغيرات كبيره على مدار القرن الماضي. لطالما تم النظر الى المدن العربيه من منظور التراث الاسلامي وغالبا ما اعتبرت على انها انسجه حضريه عضويه ودينيه. لكن طبعا الابحاث المعاصره تسلط الضوء على مناهج عده للتخطيط الحضري مدفوعه بعوامل خارجيه وداخليه تشكل مدن المنطقه اليوم. شهد القرن الحادي والعشرون نمو حضري سريع في جميع انحاء المنطقه العربيه حيث ارتفعت نسبه سكان المدن من 34% في عام 1990 الى 56% بحلول عام 2020 واليوم نتكلم على نحو 70% بالمئة. يقدم هذا النمو فرص وتحديات لا سيما في ضوء تنويع الاقتصاد في المنطقة وعدم الاستقرار السياسي والأزمات البيئية المتكررة عبد اللطيف الخضرمي يقول يجب أن يكون التخطيط الحضري مستدام مستجيبا لكل من الأرض والشعب وهنا في مقال تخطيط المدن العربية المستدامة من 2005 يرتبط التخطيط الحضري في العالم العربي ارتباط وثيق بماضيه الاستعماري لا يتجزأ منه بدءا من اصلاحات التنظيم العثماني في منتصف القرن التاسع عشر تم تنفيذ مبادرات التخطيط الحضري لتحديث مدن مثل حلب، بغداد او القاهرة مهدت هذه الجهود المبكرة الطريق أمام القوى الاستعمارية الأوروبية ولسيما فرنسا والمملكة المتحدة لإعادة هيكلة المدن العربية بناء على نماذج غربية وأدى التحضر السريع إلى تحديات كبيرة بما في ذلك توسع المستوطنات العشوائية والبنية التحتية الغير كافية والتدهور البيئي ويجب ان يتعامل التخطيط الحضري طبعا مع قضايا مثل ندره المياه وانعدام الامن الغذائي وتغير المناخ والتي تؤثر بشكل غير متناسب على المدن العربيه. الصراع في سوريا وعدم الاستقرار السياسي مثلا في العراق واعاده اعمار مدن مثل الموصل هي امثله على كيفيه استمرار الحرب والنزوح في تشكيل النمو الحضري في المنطقه. وهنا نرى الصوره المركبه المعقده في الواقع الحضري اليوم في العالم العربي وبالتالي خلق تدفق اللاجئين والاشخاص النازحين داخليا كذلك ضغوط اضافيه على البنيه التحتيه الحضريه مما اجبر المدن على اعاده التفكير في استراتيجيات التخطيط الخاصه بها وهي لليوم عالقه في وجود او ان تجد حلول لذلك في السنوات الأخيرة بدأت المدن العربية في تبني نهج أكثر شمولية ومشاركة في التخطيط الحضري. هذا ما ما هو معلن عنه وقادة منظمات المجتمع المدني خصوصا التي هي التي تقوم بالدور الأساسي في التخطيط الحضري في العالم العربي وفي زيادة المشاركة العامة إلى تطوير نماذج جديدة تعطي الأولوية لاحتياجات المجتمعات المهمشة. ظهر التخطيط المكاني الاستراتيجي Strategic Urban Planning كأداة أو Spatial Planning كأداة رئيسية لمعالجة تعقيدات النمو الحضري الحديث. ويدمج هذا النهج الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لإنشاء مدن أكثر مرونة واستدامة. نعيد الكرة، الاستعمار كان له تأثير عميق ولليوم على تطوير المدن العربية. خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، قامت القوى الأوروبية وخاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا بتوسيع سيطرتها على معظم العالم العربي. أدى ذلك إلى إعادة هيكلة جذرية للمساحات الحضرية سواء ماديا أو اجتماعيا، حيث سعت القوى الاستعمارية إلى فرض نماذج تخطيطية حضرية غربية على المدن التي سيطرت عليها فكان التخطيط الحضري الاستعماري مدفوعا بالرغبة في التحكم وفصل السكان مع إبراز حداثة القوى الاستعمارية في شمال إفريقيا على سبيل المثال بدأ الحكام الاستعماريون الفرنسيون في مشاريع حضرية كبيرة لتحويل مدن مثل الجزائر الدار البيضاء إلى مدن عصرية حسب ما يعرف عنه تشبه التصميم الحضري لباريس كولونيال سيتي أنشأت السلطات الاستعمارية أحياء إدارية وعسكرية جديدة إلى جانب مراكز تجارية على الطراز الأوروبي وغالبا ما كان ذلك على حساب التقاليد المعمارية المحلية واحتياجات السكان الأصليين نرى هنا أن لويس مانفورد قال طمس العمارة الاستعمارية للهوية الأصلية واستبدلتها بنصب تذكارية للقوى الأجنبية يضيف على ذلك عبد اللطيف الخضرمي يقول في تخطيط المدن العربية تجاهل التخطيط الاستعماري جوهر الثقافات المحلية طبعا الجزائر هي واحدة من أبرز الأمثلة على التخطيط الحضري الاستعماري الفرنسي في معظم المدن الجزائرية تحت الحكم الفرنسي شهدت الجزائر تحولات كبيره بما يعرف بالاوربيسايد يعني مجازر عمرانيه حضريه حيث تم تنفيذ مشاريع حضريه واسعه النطاق لتعزيز السيطره الفرنسيه على المدينه وتحويل المجتمعات او اقصائها تم مثلا اهمال القصبة القلب التاريخي للجزائر عمدا لصالح الاحياء الاوروبيه الجديده التي تتميز بشوارع واسعه ومباني عامه وحدائق إلى آخره. بعد الاستقلال ورثت العديد من الدول العربية أطر التخطيط الحضري التي صممت لخدمة مصالح القوى الاستعمارية بدلا من السكان المحليين. أدى النمو السريع للمستوطنات العشوائية لا سيما في مدن مثل القاهرة والدار البيضاء إلى تعقيد هذه الجهود طبعا. هنا نرى مقتطف من المدن الاستعماريه والحياه العربيه المعاصره من عبد الله حمودي يقول الارث الاستعماري في التخطيط واضح في الانفصال بين المناطق الحضريه الرسميه وغير الرسميه اليوم يتم اعاده فحص الارث الاستعماري في المدن العربيه بشكل متزايد من خلال عدسه العداله الاجتماعيه والشمول الحضري يدعو العديد من المخططين الحضريين والمهندسين المعماريين إلى إعادة التفكير في التنمية الحضرية التي تعطي الأولوية لاحتياجات المجتمعات المهمشة. وإعادة فحص هذا الإرث الاستعماري يكون من خلال كذلك مشاركة العديد من المخططين الحضريين والمهندسين المعماريين إلى إعادة التفكير في التنمية الحضرية التي تعطي أولوية لاحتياج المجتمعات المهمشة والمجتمعات المحلية. تعد الجهود, الجهود المبذولة للحفاظ على الأحياء التاريخية مثل القصبة في الجزائر أو في تونس المدينة العتيقة والمدن العتيقة جزءاً من حركة أوسع لاستعادة التراث الثقافي للمدن العربية. هنالك الكثير من النقاشات حول موضوع كذلك ما هو العقل العربي. لو هنالك عقل عربي فكيف نقدر على التفكير به وكذلك بناء مجتمعاتنا من خلال تخطيط عمراني يناسب ثقافاتنا ويناسب كذلك ما ترمي اليه مجتمعاتنا الحاليه. ترك الارث ترك الارث الاستعماري اثر دائم. وهذا هي نقطة يعني مهمة نعيد الكرة دائماً لأن هذا هو الواقع الذي نعيش فيه. هذا الإرث الاستعماري له أثر دائم على المناظر الطبيعية الحضرية المدن العربية على كذلك الثقافات المحلية وكذلك له دور كبير في النسيج المنفصل المتفكك في المدن العربية وهنالك امثله عديده لما نقوم بدراسه المدن في الجزائر، في المغرب، في تونس، في في مصر الى اخره، واعادت هذه القوى الاستعماريه تشكيل النسيج الحضري للمنطقه. ويسعى المخططون الحضريون اليوم من الشباب المعاصرين الى تطوير نماذج اكثر شموليه للنمو واكثر في نفس الوقت تعيد رسم أو تعيد تركيب سردية مختلفة عن السردية الاستعمارية. بعد الحصول على الاستقلال من القوى الاستعمارية، واجهت العديد من الدول العربية تحدي بناء هويات وطنية جديدة مع معالجة الإرث الاجتماعي والاقتصادي الذي خلفه الاستعمار. وبرز التخطيط الحضري كأداة حاسمة في هذا هذه المشاريع الوطنية بعد الاستعمار. خلال هذه الفترة سعت الحكومات الوطنية إلى استخدام التنمية الحضرية كرمز للتقدم والسيطرة، مع التركيز غالباً على المشاريع الكبيرة التي من شأنها أن تظهر قوة الدولة المستقلة حديثاً. في السنوات التي تلت الاستقلال في معظم الدول العربية، استخدمت العديد من الحكومات العربية التخطيط الحضري كأداة لتعزيز الهوية الوطنية. تم تصميم العواصم الجديدة والمشاريع الحضرية الكبرى لترمز إلى تطلعات الدولة القومية الجديدة. إسماعيل سراج الدين في العمارة والهوية في العالم العربي يقول كذلك رمزت المشاريع الحضرية في الدول ما بعد الإستعمار إلى ولادة هوية وطنية. تعتبر القاهرة مثال بارز على التطور الحضري ما بعد الإستعمار الذي يحركه أهداف بناء الدولة فهنا نرى الصلة القوية ما بين بناء الدولة الحديثة والتخطيط العمراني والمناهج التي ممكن أن تكون في محض التنفيذ تحت حكم مثلا الرئيس جمال عبد الناصر وهنالك الكثير من من الدراسات عن ذلك حولت الحكومه المصريه القاهره الى رمز للدوله الاشتراكيه الجديده في مصر وتم استخدام التخطيط الحضري في العديد من الدول العربيه ما بعد الاستعمار كوسيله ولليوم لتركيز السلطه السياسيه والاقتصاديه وكان انشاء العواصم الجديده وتركيز الوظائف الاداريه والعسكريه في المراكز الحضريه يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة تقدم أبو ظبي مثالاً متناقضاً عن مركزية السلطة من خلال التخطيط الحضري لا سيما في سياق الثروة النفطية بعد الاستقلال عن بريطانيا في عام 1971 شهدت المدينة تحديثاً سريع بتمويل من عائدات النفط وهنا نتكلم عن مفهوم مركزة السلطة من خلال التنميه الحضريه كانت السمه المميزه للتخطيط الحضري ما بعد الاستعمار في العالم العربي هو الاعتماد على الخبراء الاجانب لتصميم وتنفيذ المشاريع المشاريع الكبرى وهذا نتداول على هذه ثقافه استعمال القدرات الغربيه ليومنا هذا تم توظيف المهندسين المعماريين والمخططين من أوروبا أمريكا الشمالية والاتحاد السوفيتي لتشكيل المدن العربية وهنا نرى مقتطف من رشيد الخيون يقول ساعد الخبراء الأجانب في تشكيل المدن العربية لكن عملهم كان غالبا منفصلا عن الحقائق المحلية كان أحد أكثر المخططين الأجانب نفوذا هو ميشيل إيكوشاخ خصوصا وهو مهندس معماري يعني لمن لا يعرف ميشيل ايكوشاغ لقد لعب دور رئيسي في تحديث مثلا دمشق ومعظم دول العربيه في الشرق الاوسط. ركزت خطط ايكوشاغ على انشاء مساحات حضاريه وظيفيه من خلال قوانين تقسيم المناطق وشبكات النقل. بينما كان التخطيط الحضري في الدول العربيه ما بعد الاستعمار مدفوعا برؤى التحديث إلا هن هذه الجهود غالبا ما تعرقلت بسبب النمو السكاني السريع عدم الاستقرار السياسي التحديات الاقتصادية وكذلك لأن هذه الحلول أو هذه الأساليب الحضرية لا تتماشى مع المجتمعات المحلية أو تتماشى مع طريق أساليبهم في الحياة أو تطلعاتهم المستقبلية ظهرت المستوطنات غير الرسمية كقضية رئيسية في العديد من المدن حيث كافحت الحكومات لتوفير السكن والخدمات الكافية للسكان الحضريين المتزايدين. مايك ديفيس يقول: "المستوطنات غير الرسمية في المدن ما بعد الاستعمار هي تذكير صارخ بفشل التخطيط الحضري في تلبية احتياجات البشر." وهذا في كتابه كوكب الأحياء الفقيرة. عبد الله حمودي يقول النمو السريع للمستوطنات غير الرسمية هو انعكاس للانفصال بين التخطيط الحكومي والحقائق الاجتماعية. وهذا من سنة 95 في التحضر العربي والتغيير الاجتماعي. يعكس التخطيط الحضري ما بعد الاستعمار تعقيدات بناء الدولة والتحديث والصراع للتغلب على الإرث الاستعماري. اليوم لا تزال المدن العربية تتصارع مع تحديات المستوطنات غير الرسمية وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. شهد أواخر القرن العشرين تحول كبير في التخطيط الحضري في العالم العربي وهذا يتماشى كذلك مع التغيير العالمي والعولمة حيث بدأت السياسات الاقتصادية النيوليبرالية تتجذر في جميع أنحاء المنطقة. لتكون ثقافه جديده طاغيه على مجتمعات العالم العربي هذه السياسيات التي تتسم بالاصلاحات المدفوعه بالسوق والخصخصه والغاء تنظيم سيطره الدوله غيرت بشكل اساسي مسار التنميه الحضريه والعلوم الحضريه في المنطقه في هذه الحقبه النيوليبراليه برزت العولمه كقوه مؤثره تشكل المدن العربيه ومجتمعاتها لاسيما في دول الخليج حيث ساعدت الثروه النفطيه في تمويل موجه من المشاريع الكبرى الطموحه المصممه لجذب الاستثمار الدولي والسياحي اصبحت المشاريع الكبرى التطورات الحضريه الكبيره والعاليه المستوى مرادفه للنمو الحضري في عده دول عربيه لاسيما في المناطق التي تكون لديها قدرات ماليه عاليه. احتضنت مدن مثل دبي او ابو ظبي، الرياض والرياض هذه المشاريع كوسيله لابراز حدثتها وجذب الاستثمارات الاجنبيه. تعتبر دبي ربما المثال, المثال الاكثر شهره على التخطيط الحضري النيوليبرالي في العالم العربي. وقد شهدت المدينه تحولا سريعا مدفوعا بسلسله من المشاريع الكبرى الطموحه التي أعادت تعريف أفقها وصورتها العالمية تمثل خطة رؤية السعودية مثلا كذلك 2030 التي أطلقت في عام 2016 واحدة من أكثر استراتيجية التنمية الوطنية الطموحة في المنطقة وحيث تلعب المشاريع الكبرى دورا مركزيا تهدف الخطة إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط من خلال تنويع اقتصادها عبر الاستثمار في السياحة والترفيه والتكنولوجيا وقد حظيت مدينة مثلا نيوم المستقبليه المخطط لها على ساحل البحر الاحمر باهتمام عالمي نظرا لحجمها وطموحها وكذلك لقدرتها على استقطاب القدرات الاجنبيه وفي نفس الوقت كان تصميمها يرتكز على مفهوم السمارت سيتيز المدينه الذكيه والتي تعمل بالطاقه المتجدده وتهدف الى ان تكون نموذج للعيش الحضري المستدام. إحدى السمات المميزة لعصر النيوليبرالية في التخطيط الحضري العربي هو الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص ده بما يسمى public private partnership والمضاربة العقارية يعني land speculation or اللي هي real estate speculation تحول الحكومات بشكل متزايد إلى القطاع الخاص لتمويل وإدارة مشاريع التطوير الحضري الكبيرة. فضل يقول غالبا ما تعطي الشركات بين القطاعين العام والخاص الاولويه للارباح مما يؤدي الى زياده عدم المساواه الحضريه ونفهم هنا جزء من المشاكل التي نتعرض اليها ومحدوديه قدره المعماريين او المخططين العمرانيين في اخذ القرارات لعبت المضاربه العقاريه دورا مهيمنا في التطوير الحضري في مدن مثل الدار البيضاء والرباط ودفع المطورون العقاريون الخاصون قيم العقارات الى الارتفاع مما جعل الاسكان غير ميسور التكلفه للعديد من المغاربه بينما تستمر المستوطنات العشوائيه في النمو كنتيجه لعدم توفر سكن لكل المواطنين في حين ان هذه السياسات الحضريه النيوليبراليه قد ساهمت في النمو الاقتصادي هذا لا شك فيه الا انها اوجدت ايضا تحديات اجتماعيه وبيئيه كبيره وادى التركيز على التطورات الفاخره الى تهميش سكان الدخل المنخفض كما وضعت وتيره التحضر السريعه ضغوطا هائله على الموارد الطبيعيه اصبح التاثير البيئي environmental impact للمشاريع الكبرى في منطقة الخليج مصدر قلق متزايد لا في سياق تغير المناخ والاستدامة لقد حولت مشاريع مثل جزيرة النخلة في دبي النظم البيئية الساحلية الهشة بما يسمى فرجايل كوستل إيكوسيستم لقد حولت الحقبة هذه النيوليبرالية المدن العربية إلى مراكز عالمية للسياحة والتمويل والعقارات ومن مجتمعاتها إلى مجتمعات consumerism تستهلك، وبينما ساهمت هذه التطورات في النمو كما قلنا في الاقتصادي، لكنها كانت لها أثر كبير في خلل التوازن. وكذلك هنالك الكثير والعديد من التساؤلات حول توازن هذه السياسات الحضرية المستقبلية بين العولمة والنمو المستدام والشامل. كيف نقدر أن نقوم بالتطور والتحدي تحدي كل هذه المشاكل المركبه والصعبه وفي نفس الوقت جعل هذه التطورات وهذه المشاريع وطيره عامه وشامله للمدن في حقبه ما بعد الاستعمار واجهت المدن العربيه معضله مستمره وهذا الذي تطرقت اليه هي كيف نقدر كذلك على موازنه التحديث والتنميه الاقتصاديه مع الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي الغني نعرف كلنا ان هذه المنطقه منطقه العالم العربي هي منطقه غنيه جدا من بالمواقع التاريخيه، الهويات الثقافيه الى اخره. سمير امين في العالم العربي والراسماليه العالميه يقول يجب ان يحترم التحديث في المدن العربيه التراث الثقافي كجزء حي من النمو الحضري. لا يقتصر التوتر بين الحفاظ والتحديث على العالم العربي طبعا لكنه ياخذ اهميه خاصه في هذه المنطقه بالخصوص تعتبر المدن العتيقه القديمه والهياكل المعماريه الضخمه والمجتمعات كذلك الاصليه خزائن للتاريخ والتحدي هو ضمان ان يدمج التحديث هذا الارث بدلا من محوها ويلعب التاريخ الثقافي دور حيوي في تشكيل الهويه والنسيج الاجتماعي للمدن العربيه وتعتبر الاحياء التاريخيه والمعالم الدينيه والاسواق الى اخره، كلها رموز للفخر الوطني والثقافي ووحده العالم العربي لو هنالك رغبه في تمسك في هذه الصوره للعالم العربي الموحد وفي الوقت نفسه تجذب السياحه وتولد النشاط الاقتصادي. في الوقت نفسه ينظر ينظر إلى الحفاظ على التاريخ كأداة للتنمية الفكرية والتنمية العلمية واستفادت مدن مثل فاس ومراكش كذلك من التنمية الاقتصادية من خلال السياحة التراثية حيث تم ترميم مدنها القديمة لجذب الزوار الدوليين ومع ذلك يمكن أن تؤدي هذه الجهود في نفس الوقت إلى التهجير مما يؤدي الى ازاحه السكان المحليين لان معظم هذه المشاريع تكون مشاريع مموله من جهات كذلك اجنبيه لصالح اقتصاد اجنبي الى اخره تعتبر فاس في المغرب مثلا موطن لاحد افضل المدن المحفوظه في العالم العربي واشيد بترميم المدينه القديمه فيها كنموذج ناجح لموازنه الحفاظ على على التراث وكذلك تحديث النسيج العمراني الحضري. لا تزال هنالك مخاوف بشان التهجير لهذا اليوم حيث تؤدي زياده اسعار العقارات الى ازاحه الحرفيين والسكان المحليين بما يعرف بالاقصاء المادي او الجنتريفيكيشن الى اخره. لطالما كافحت كذلك القاهره للحفاظ على التراث المعماري مع تلبيه متطلبات التحديث. نجحت مشاريع في الماضي مثل حديقه الازهر في ترميم بعض المناطق التاريخيه لكن البناء الحديث والمستوطنات العشوائيه لا تزال تهدد النسيج الحضري وكذلك النمط وأساليب التخطيط العمراني الحاضره اليوم التي ترتكز على الرأس ماليه. يستكشف المخططون الحضريون (Urban Planners) بشكل متزايد نماذج جديدة تجمج, تدمج التحديث مع الحفاظ على التراث. اكتسب إعادة الاستخدام التكيفي اللي هي Adaptive reuse إعادة توظيف المباني التاريخية لاستخدامات معاصرة مثل المتاحف، المراكز الثقافية إلى آخره زخما كوسيلة لموازنة الحفاظ مع التنمية الاقتصادية. مدينة تونس مثلا تعتبر مثال ناجح على إعادة الاستخدام التجيفي Adaptive Use حيث تم ترميم المباني التاريخية تحويلها إلى مراكز ثقافية وفنادق وورش عمل حرفي حرفية وحافظ هذا المنهج على التراث المعماري للمدينة مع توليد النشاط الاقتصادي وتجنب التأثيرات السلبية للتهجير من المرجح أن تستمر معضلة الحفاظ مقابل التحديث لكن هنالك استراتيجيات واعدة لتحقيق التوازن بين الاثنين. يمكن أن يسمح للتخطيط الحضري المستدام الذي يدمج الحفاظ على التراث مع البنية التحتية الحديثة للمدن العربية بالنمو دون التضحية بأصولها الثقافية. تعتبر ونعتبر المنهج التشاركي، participatory planning، الذي يشرك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار أمراً بالغ الأهمية لخلق بيئات حضرية أكثر شمولا ومرونة طبعا شهد العالم العربي نمو كبير جدا مدفوعا بعوامل مختلفة وهذا أدى إلى توسع المناطق الحضرية وأدى إلى انتشار المستوطنات بأشكال عدة وفي نفس الوقت هذه المستوطنات معظمها غير مخططة فيها غياب كبير لي للدوله، لاجهزه الدوله، لكذلك دور المخططين العمرانيين الى اخره، وتفتقر بشكل اساسي الى البنيه التحتيه والخدمات الاساسيه. اصبحت هذه المستوطنات جزء وهنا نتكلم عن المستوطنات التي تعرف يعرف عنها الغير رسميه، جزء لا يتجزا من النسيج الحضري في مدننا، كالقاهرة الجزائر دار البيضاء إلى آخره هذا يعكس نمو وتعمق في سياسيات حضرية وأساليب حضرية ترتكز على عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والعجز على فهم الواقع والعجز على وجود حلول تتناسب مع التحديات والواقع في دولنا العربية ومنها نقص الإسكان الميسر وتحديات خصوصا الحوكمة الراشدة تساهم عدة عوامل في نمو المستوطنات الغير رسمية كما قلنا وأدى التحضر السريع جنبا إلى جنب مع القيود التنظيمية الضعيفة وضعف الحوكمة كما قلنا إلى توسع الإسكان غير الرسمي في أطراف المدن مصر مثلا تعتبر واحده من اكبر واعقد الامثله على نمو المستوطنات الغير رسميه في العالم العربي يعيش ما يقدر, يقدر بنحو 60% وانا يعني هذه الارقام ممكن تكون غير صحيحه هي اكثر بكثير في مناطق غير رسميه تفتقر بطريقه كبيره الى خدمات كالمياه النظيفه الصرف الصحي الى اخره ويعكس توسع هذه المناطق نقص كذلك في سياسيات تكون اكثر شامله ولها اهداف اكثر اجتماعيه واقتصاديه للسكان المحليين. نقطه مهمه وهي وهي بالنسبه للحوكمه واللامركزيه لانها جزء مهم تعد الحوكمه الراشده احد التحديات الرئيسيه في معالجه المستوطنات الغير رسميه او كل المستوطنات في العالم العربي او التخطيط الحضري يعني عامه. ادت السياسات المركزيه اللي هي سنترال بوليتكس للتخطيط الحضري والاسكان الى ترك الحكومات المحليه بقدرات محدوده لاداره المناطق غالبا ما تعطى الحكومات الوطنيه الاولويه للمشاريع الكبيره. على احتياجات السكان غير الرسميين او الرسميين او للمشاريع الصغيره تعد تعد الاطر القانونيه حول حقوق الملكيه كذلك لان تانر من التحديات الرئيسيه كذلك يفتقر الكثير من السكان الى ملكيه امنه مما يجعلهم عرضه للطرد تعيق هذه الشكوك القانونيه الجهود المبذوله لترقيه عديد من المناطق وكذلك التوسع العمراني حيث يتردد السكان في الاستثمار في تحسين منازلهم دون حقوق ملكية آمنة ترتبط المستوطنات في العالم العربي ارتباط وثيق بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع تعد هذه المناطق موطنا للسكان ذوي الدخل المنخفض والمهمشين وهنا نتكلم على سبونتينيس سايتس يعني المناطق العشوائيه بما يعرف عنه او المناطق الغير رسميه او المناطق الغير امنه الى اخره او المناطق التي قام المواطن والمتساكنين ببنائها لاحتياجهم للسكن وللعيش وطبعا يواجهون غالبا عقبات في الوصول الى الكثير من المرافق كالتعليم، الرعايه الصحيه وفرص العمل. ونتيجة لذلك تعزز هذه المستوطنات دورات بنسميها إيتريتف يعني دورات متسلسلة في الفقر وعدم المساواة غالبا ما يتم بناء هذه المستوطنات في كذلك في مواقع بيئية خطرة مثل المناطق المعرضة للفيضانات أو بالقرب من مواقع التخلص من النفايات ويزيد نقص الصرف الصحي وخدمات الرعاية الصحية من المخاطر الصحية مما يجعل المناطق غير رسمية أكثر عرضة للتفشي الأمراض وتدهور البيئة يعني ممكن نقول أن العالم العرب العربي اليوم يتعرض لنفس المشاكل التي تعرض إليها العالم الغربي في القرن التاسع عشر التي وضع أو دفع الكثير للتفكير في التخطيط الحضري كما رأينا في الدورات السابقة يتطلب التعامل مع المستوطنات الغير الرسميه او المستوطنات عامه اتباع منهج متعدد الاوجه كومبلكس اطلقت العديد من الدول العربيه طبعا برامج لتنظيم وترقيه المناطق غير الرسميه وهنا ممكن نتوج تجربه تونس في سنوات الخمسينيات والسبعينيات لان اليوم تونس تتعرض لكثير من المشاكل لان رجعنا لنظام اكثر مركزي ولكن السياسيات التي تمت كانت وقدرت على انها تسترقي بالمستوطنات الجوربي يعني اللي بنسميها القائمه من خلال تحسين البنيه التحتيه وتقليل التهجير ولعبت المبادرات التي يقودها المجتمع خصوصا من المجتمع المدني دور حاسم في معالجه المستوطنات في لبنان لا سيما في المناطق التي تضم عدد كبير من اللاجئين كذلك عملت المنظمات غير الحكوميه مع السكان لتحسين ظروف المعيشه مع اشراكهم في عمليات صنع القرار، مما ادى الى تحقيق نتائج اكثر استدامه، وهنا هناك الكثير من الاسئله عن دور الفعال للمخططين او للاشخاص ذوي الخبره في في تكوين وبناء العالم العربي من ناحيه العمرانيه والحضاريه. تعكس المستوطنات الغير رسميه عدم المساواه الاجتماعيه والاقتصاديه الاوسع في المدن العربيه وهذا نراه دائما في كل الدراسات في العالم العربي وهي تمثل ايضا من من منظور يعني مستقبلي فرصه للتنميه الحضريه كذلك يجب ان نعطي للاسكان الميسر اولويه وتامين حقوق الملكيه اولويه وللتخطيط التشاركي اولويه لدمج المناطق وفي القدره على تركيز اليات فعاله للتخطيط الحضري جزء مهم من هذا الدرس يتطرق للحرب والحروب والصراعات في العالم العربي لانها جزء مهم وكبير وهو في نفس الوقت الماضي الحاضر وللاسف ممكن جزء كبير من المستقبل الحروب والصراعات اثرت كثير جدا في التنميه الحضريه في العالم العربي شهدت مدن مثل حلب والموصل كما قلنا واليوم الكثير من الدول كفلسطين دمار كبير بسبب الحروب وعدم الاستقرار السياسي مما ادى الى تعطيل الحكم وتشريد ملايين الاشخاص وهنا كذلك هنالك سؤال مسؤولية من؟ إن إعادة بناء المدن التي دمرتها الحروب هي تحدي في حد ذاته معقد يتطلب ليس فقط إعادة بناء البنية التحتية المادية، ولكن أيضاً استعادة التماسك الاجتماعي والهياكل الحاكمة والاستقرار الاقتصادي، ويجعل عدم الاستقرار المستمر ونقص الموارد هذه العمليه اكثر صعوبه. لقد اثرت الحروب بشكل كبير على البنيه التحتيه في العديد من دولنا. شهدت الدول في سوريا، العراق وفي مناطق اخرى دمار واسع النطاق حيث تضررت بشده البنيه التحتيه الحيويه مثل الاسكان، شبكات المياه، الكهرباء وأصبحت دول مدن زي حلب في سوريا التي كانت موقعا تراثيا عالميا لليونسكو واحده من أكثر الأمثلة شهرة على الدمار الحضري في المنطقة. تعرضت المدينة القديمة التاريخية ومواقعها مواقع التراث الثقافي لأضرار جسيمه وتضررت البنية التحتية للمدينة بشدة تسببت للصراعات الحضرية في أزمات إنسانية خطيرة عبر العالم العربي. تشريد الملايين من منازلهم بحثاً عن اللجوء في أجزاء أخرى من بلدانهم أو في الخارج، هذا أدى إلى تدفق اللاجئين إلى مدن مثل عمان وإسطنبول. أدى إلى إرهاق الخدمات والموارد الحضرية وكذلك هنا يجب التفكير في التخطيط الحضري في كيف نقدر على إعادة بناء المدن. التي دمرت واتباع مناهج متعدده، حلول ممكن لا يجب ان تكون مبتكره تعالج كلا من اعاده بناء البنيه التحتيه والتعافي الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات. وتم استخدام المساعدات طبعا الدوليه والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمبادرات المجتمعيه لدعم جهود اعاده الاعمار. ولكن هذا غير كافي. لا تزال جهود اعاده الاعمار في العالم العربي تواجه هذه التحديات الكبيره وعدم الاستقرار السياسي، الفساد، نقص التنسيق بين الفاعلين المحليين والدوليين الى اعاقه التقدم، اضافه الى ذلك لا يزال النزوح يمثل مشكله كبيره حيث لا يستطيع العديد من السكان المدن التي دمرتها الحرب العوده الى منازلهم. هناك يعني تحديات تفوق مجهودات فرديه ويجب ان تكون مجهودات اكثر مرونه واكثر يعني غير منفرده للتطرق لهذه المشاكل. وبالنسبه لهذه التحديات السؤال الرئيسي وللكثير منكم هي ما هي التوجهات المستقبليه اليوم للتخطيط العمراني في العالم العربي؟ بالنسبه الي والكثير يعني هل هل هنالك تخطيط فعلا حضري يناسب العالم العربي او يناسب اي دوله من دول العالم العربي؟ هنالك الكثير من الاسئله اكثر من الاجوبه لانه بنظري اليوم هنالك حاله من الوعي وحاله كذلك ان الاساليب التي نقوم بتنفيذها ليست فعاله ويجب التفكير بطريقه مختلفه او طرح الاسئله وبطريقه بطريقه اخرى. طبعا ستتاثر تخطيطات المدن المستقبليه بعوامل مثل إعادة بناء المدن التي دمرت والتي تتطلب الصمود والشمولية يجب هنالك تمويلات كبيرة أو أفكار وحلول أخرى لتمويل كل هذه المشاريع وهذه التطويرات يجب ضمان الوصول إلى الإسكان الخدمات الفرص الاقتصادية أه، أه، هناك دور كشامل للمنظمات الدولية لح... ل... لهذا اليوم هي التي تلعب الدور الرئيسي في التخطيط الحضري في العالم العربي وهي التي خلال من, من وراء الستار تقوم بوضع ال... ال... الأسس أه، التي أسس ال... ال... المنهجية للمشاريع كذلك تقوم بنص كل ما ما يخص العلوم الحضاريه في المنطقه او بالنسبه كذلك لتكوين المخططين العمرانيين الى اخره الجدد بالنسبه كذلك للاقتصاد ونمو السكان وتغير المناخ هنالك الكثير من 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 التحديات التي يجب كذلك العمل عليها وفي نفس الوقت يجب استيعاب فكرة فكرة التاريخ الاستعماري الذي لهذا اليوم راسخ في في ممارستنا لكل ما هو عنده علاقة بالتخطيط العمراني إلى آخره من المتوقع أن يستمر العالم العربي في التحضر بسرعة يعني الurbanization مع أنه يعني سوف يكون أغلبية السكان تعيش في المدن وكما قلنا في هذا التحضر هنالك فرص كذلك لكن الحلول ليست موجودة طبعا يجب أن يكون هنالك تفعيل جذري لكل الجهود وكل البحوث وكل الممارسات للتطرق لهذه الصعوبات اليوم. كما قلنا بالنسبه للتغيير المناخي هو موجوده وهي واقع اليوم ملموس تؤثر درجات الحراره المتزايده كثيرا على الحياه اليوميه، نقص المياه كذلك، المدن الساحليه متعرضه لارتفاع مستوى سطح البحر، مما يتطلب منا اعطاء الاولويه لكل ما هو له علاقة بالممارسات المستدامة واستراتيجية التكيف مع المناخ تزداد الحاجة إلى التنمية الحضرية الشاملة Integrated Urban Planning بشكل متزايد مع نمو المدن تمثل المستوطنات كذلك الغير رسمية تحدي كبير جدا كما قلنا بالنسبة للبنية التحتية الخدمات الأساسية وكذلك يجب أن يرتكز كل مخطط أو كل مشروع على دمج هذه المناطق في النسيج الحضري والعمل يد بيد مع المجتمعات المحلية وإعادة التفكير أو إعادة النظر للفلسفة أو الفكر الرئيسي للتخطيط في هذا العالم سيكون في نفس الوقت تحقيق التوازن بين تحديث والحفاظ على التراث رئيسي بالنسبة للتحديات اليوم والتحديات المستقبلية وهنالك كذلك نقطة العدالة المجتمعية أو وهي العدالة التي شفناها في الدورة الثالثة العدالة Special Justice هذه يعني نقطة مهمة جداً التي اليوم ليس ليس هنالك اي مستقبل لو جعلنا معظم سكان العالم العربي في حاله من حالات الاستقصاء، وهذا سوف يزيد من مشاكل والازمات التي نتعرض اليها يوميا في هذه المنطقه. كختام هنالك طبعا لقد قمت بكتابة critical يعني thinking على المقدمة لابن خلدون كما كما شفنا في الدورة الثالثة ابن خلدون كان كان من من الفلاسفة وأول ما بايونير يعني اول ما ابتدى في علم الاجتماع كان يركز كثير على مفهوم العداله الحضريه بمفهومه لمن لم يكن معنا في الدوره الثالثه يعرف ابن خلدون بانه فيلسوف تاريخ وعالم اجتماع اكثر من ان يكون مخطط حضري بالمعنى الحديث ومع ذلك جزء من خطابه عن الحضاره يقدم وقد قدم أفكار مهمة تتعلق بمبادئ التحديد التخطيط للبيئات الحضرية في العالم العربي وخصوصا في المقدمة والذي هو كتاب يعني موسوعة قد كتب قبل أكثر من ستة قرون ولا تزال هذه الأفكار في التخطيط الحضري ذات صلة بقضايا الحضرية المعاصرة طبعا اعتقد ابن خلدون في العمليه الدوريه للتطور الحضري، في نوع من ان انه يرى ان هنالك سايكل او دوره لتطور الحضري للمدن عامه، حيث تمر المدن بمراحل من النمو، الانحدار ثم التجديد. تتوازى هذه الفكره مع النقاشات الحديثه حول تجديد المدن ودورات حياه المدن، وقد لاحظ ان المدن تزدهر خلال فترات الاستقرار. والتماسك الاجتماعي ولكن يمكن ان تنحدر بسبب الانحلال الاخلاقي والصعوبات الاقتصاديه والتحديات البيئيه. شدد ابن خلدون على ان نجاح المدن مرتبط ارتباط وثيق بالحكم الفعال او الحوكمه وتلعب السلطه الحاكمه دور حاسم في الحفاظ على النظام وتوفير الخدمات الاساسيه. طبعا من من منكم درس المقدمة هنالك مفهوم مهم جدا ومفهوم مفهوم العصبية وهو بما يعرف عنه التماسك الاجتماعي أو التضامن الاجتماعي وباليوم الكثير هذا المفهوم رجع بما يعرف بالمشاع باعتباره عنصرا حيويا لمرونة المدن Resilience of cities وتساهم الروابط الاجتماعية القوية بين السكان في الاستقرار وازدهار المناطق الحضرية وهذا معروف جدا في كل ما هو يخص الـ emergency Urbanism مثلا اللي بما يسمى بالكوميونيتي أور سوسايتي سيفتي نت الشبكات الاجتماعية وابرز ما قاله ابن خلدون هو أن أهمية الموقع الجغرافي والوصول إلى الموارد مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة مهم جدا ويجب ان يتخذ التخطيط الحضري هذه العوامل بعين الاعتبار لضمان التنميه المستدامه جادل بان الحاله الاخلاقيه للمجتمع تؤثر مباشره على حيويه المدن وان الحوكمه الاخلاقيه والعداله الاجتماعيه ضروريه لاستدامه الحظر اعتقد ابن خلدون ان البيئات الحضرية يجب ان تعكس القيم الثقافية والاجتماعية لسكانها وتعزز هذه الدمج الاحساس بالهوية والانتماء بين السكان. طبعا تبرز رؤية ابن خلدون في التخطيط الحضري اهمية النهج الشامل الذي يتضمن الابعاد الاجتماعية والسياسية والبيئية ويدعو عمله للمخططين الحضريين برايي للنظر في السوابق التاريخية أثناء معالجة التحديات المعاصرة في التحضر في العالم العربي لأن ابن خلدون كان قادر على فهم المجتمع العربي أو مكوناته أو بمعنى آخر الديناميكيات الداخلية لذلك تقدم المبادئ التي صاغها في المقدمة فهما أساسيا للحظر التي تظل قابلة للتطبيق اليوم إن تأكيده على الحكم والتماسك الاجتماعي والاعتبارات الأخلاقية يواصل إبلاغ النقاشات حول التنمية الحضارية المستدامة في العالم العربي وما وراءه. آخر يعني ارتيكل اللي بظن أنه هو مهم لمن يقدر يعني على الدراسة أو القراءة باللغة الإنجليزية وممكن ترجمته يعني بطريقة سهلة اليوم. هنالك هذا المقال الذي uh, Urban Development in the Middle East and North Africa: Deconstructing Visions, Politics and Identities. هذا المقال كتب من Christian ستينر and ستيفن Vipo. في هذا المقال يعني الذي من عام 2019 uh, التنمية الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يعرف بالعالم العربي كان هنالك تفكيك للرؤية والسياسيات والهويات. يبدأ هذا المقال بفحص اتجاهات التحضر في المنطقة يشيران سكريشيان أن ستيفن إلى أنه رغم أن نسبة التحضر ارتفعت إلا أن هذا النمو غير متكافئ بشكل عميق وغالبا ما يتشكل بفعل الصراعات السياسية وتحديات الحوكمة أو الحب يشيران كذلك أن الحضرية والهوية لا تزالان تتحولان بشكل عنيف إلى أنقاض في الحروب الأهلية الطويلة الأمد وفي الواقع الحروب الدولية تعرضت مدن وهنا نرى حلب إلى تدمير بسبب الحروب مما أدى إلى تدمير المنازل التراث والتي يصنفونها بأنها صراع حول الفضاء والمكان والذي يعكس صراعات أعمق حول السلطه السياسيه والتنميه الاقتصاديه يسلط المؤلفان الضوء كذلك على روايه متناقضه حيث تزدهر بعض المدن مما جعلها رمز للنجاح الاقتصادي العالمي وهذا التباين بين الدمار والنمو الحضري الرائع هو احد الموضوعات الرئيسيه التي يتطرقان اليها في هذا في هذا المقال أحد الموضوعات البارزة التي يناقشانها كذلك هو مفهوم يستخدمانه لوصف كيفية تبنى المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشاريع ضخمة أيقونية بمعنى آيكونيك اه ميجا بروجكت للتحول الحضري وفقا لهم أصبحت دبي نموذج للمدن الأخرى في المنطقة التي ظهرت بشكل مثير للإعجاب ويتم دفعها بشكل كبير الى الساحه العالميه. هذه المشاريع، مثل العديد يعني من مشاريع دبي، كانت مصممه كما راينا لجذب الاعتراف العالمي وتوفير الشرعيه السياسيه للنخب. يشددان على ان الاقتصاد السياسي وراء هذه المشاريع غالبا ما يكون مدفوع بالحاجه الى التماسك الاجتماعي وخلق هويات وطنيه دائماً وحضارية جديدة. ويجدلين بأن هذا الاتجاه رغم كونه رائع يؤدي غالباً إلى نهج مجزأ في التنمية الحضرية يتجاهل الاحتياجات الاجتماعية المحلية لصالح رؤى ضخمة للتمييز العالمي. يصفون هذا بأنه الرؤية المجسدة للحاكم حيث يصبح الهوس بالعمارة الأيقونية الأيقونية مورد سياسي واقتصادي. مع ذلك يحضران من حدود آه هذا آه الفكر بينما هنا في كثير من النماذج التي طرحت في هذا المقال هنالك مدن مثل الرباط والقاهره تبنى على نماذج مماثله اليوم وان جهودهم غالبا باءت بالفشل خاصة عندما لا يدمج المستثم... المستثمرون السياقات والاحتياجات المحلية في هذه المشاريع. بالنسبة لل... آ... لفصل هنالك فصل ثالث في هذا المقال يتطرق إلى السياسيات الحضرية النيوليبرالية كما رأينا ويقولان أن كيفية تبني المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنيوليبرالية مع التركيز على الخصخصة والتنمية الموجهة للاستهلاك والاستثمار الأجنبي يكون فاشل يجادلان بأن التغيير الحضري في المنطقة أصبح مرتبط بقوة بالانتشار العالمي للسياسيات النيوليبرالية التي أعادت تشكيل المدن والمجتمعات إلى فضاء فضاءات ريادية مصممة لجذب رأس المال العالمي ينتقد المؤلفان هذا الاتجاه من خلال تسليط الضوء على آثاره الاستبعادية، يجادلان بأن النيوليبرالية الحضرية تساهم في زيادة التفاوت الاجتماعي والمكاني، حيث تنسحب الفئات الأكثر ثراء من مجتمعات إلى مجتمعات مسورة وأحياء تجارية، بينما يتم تهجير واستبعاد الفئات المهمشة من الاستفادة من المزايا الحضرية. هذه التجزئة تخلق ما يصفونه بأنه الحضرية المجزأة fragmented uh, urbanism or fragmented urban realities التي تعمق الفجوات الاجتماعية أخيرا يناقشان مثالاً مثال رئيسي على هذا الاتجاه وهو العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة بينما يهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام من القاهرة وخلق مدينة حديثة للنخب فإنه يعكس أيضا الطبيعة الاستبعادية استقصائية للتخطيط الحضري المخصص ويجادلان بأن هذا النوع من التنمية يركز على مصالح النخبة والاستثمار الأجنبي وغالبا ما يكون على حساب الاحتياجات المحلية والرفاهية الاجتماعية الأوسع شكراً شكرا لك مهندس يعطيك العافيه يا رب في بعض الاسئله اسئله من هلا بعض الاسئله فعليا هي للاستزاده اعتقد حتكون في الجلسات القادمه زي سؤال فاطمه هل يمكن التطرق لاستراتيجيات تطوير البنيه التحتيه للمراكز التاريخيه بما يتوائم مع الحاجات المعاصره ايضا هناك سؤال من سينا ان شاء الله اكون صح إذا هناك جلسة فيما يخص إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي فأعتقد السؤالين مش قرب من بعض بس أعتقد هي للجلسات القادمة في سؤال من محمد على تطرق بتفصيل لإعادة بناء المدن دمرت أو كيفية التعامل معها بخطوات أكثر تفصيل فصعب الإجابة على هذه على موضوع إعادة الإعمار كله الآن أكيد بده جلسة لحاله <تصفيق> <تصفيق> بس في سؤال من معتز هل يمكن تحديد ممكن تحديد المقتطف الخاص او المقطع الخاص ببن حدود في موقعه في المقدمه الخاص بالعلاقه بين الاخلاق والتطوير الحضري وفعاليته اللي ذكرتي عنها اوكي انا احاول اقرا في نفس الوقت الاسئله اوكي فشكرا لكم على هذه الاسئله بالنسبة طبعاً بالنسبة لإعادة بناء هنالك أدوات يعني هو بما يعرف بال reconstruction planning هذا ذاته يعني الذي الأشياء اللي ممكن يعني أوفرها هي دراسات موجودة ومشاريع كانت لها دور كبير في إعادة البناء المدن وممكن مع أركنت يعني ممكن إضافة هذا الجزء في السلسلة القادمة. التي تكون مركزه على على اعاده البناء لانها نقطه مهمه جدا حاليا اليوم وشكرا على السؤال بالنسبه للسؤال الثاني نفس الشيء هو المتعلق بتاثير الحروب على التخطيط هي في حد ذاته هي علاقه وطيده التخطيط العمراني لما راينا في الدوره الثانيه والثالثه هو متعلق بالخصوص بعقلية استعمارية وعقلية مرتكزة على الحركات أو ديناميكيات السياسية في المناطق هناك تأثير كبير جدا لأن الحروب تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار التي وكذلك تؤدي إلى هدم تركيبات حضارية اجتماعية كبيره جدا وتؤثر على الذاكره الجماعيه للمجتمعات وعلى قدرتهم على البناء من جديد وطبعا اكثر الاشياء التي التي نلاحظها في العالم العربي هو انه متصل اتصال كبير بالعالم او بالحقبه الاستعماريه بمعنى ليس هنالك فصل وليس هنالك استقلال جذري للمجتمعات او فتره من الاستقرار خلت أن المجتمعات قادرة على التفكير قادرة على بناء تركيباتها الاجتماعية وثقافاتها بالتالي اليوم نرى نوع من ال... يعني من من أو كيف نقول الأشياء هو عالم متفكك يحاول لم الشمل ويحاول ان يلقى يعني اساليب وهذا جزء يعني حتى اليوم وجود الكثير منكم اليوم في هذه المحاضره والمبادرات التي تحصل اليوم في العالم العربي هي موجات ترمي الى التفكير في اعاده بناء المدن التفكير في حلول واساليب وكذلك اعاده الهويه أو ممكن إعادة تركيب أو النظر إلى هوية ممكن تكون هوية تضم كل هذه الدول مع بعض فهنالك الكثير كذلك من الأبحاث لكن لي الرغبة في رؤية أبحاث أكثر من المنطقة العربية التي ترتكز على الواقع العربي وتكون نقدية لكل ما هو بحوث يعني من منظور غربي لان في الاخر نحن الذين قادرين على فهم الواقع والتاريخ الى اخره. بالنسبه لهنا للؤي الانتقال من الارث الاستعماري الى محاوله البحث عن الهويه الوطنيه ومن ثم محاوله الاخذ بنماذج حضاريه عالميه ماذا تم إبقائه والمحافظه عليه من الارث الحضري الاستعماري كحل عقلاني بالرغم من اختلافات الثقافات؟ هنالك المحافظه الارث الحضري الاستعماري محافظه عليه بطريقه كبيره، يعني هو هو في حد هو الـ الـ النموذج او الارث الطاغي لو هنالك الكثير من من الارث القديم الذي يعني من السنوات من القرن خصوصا العشرين والواحد وعشرين تم تماما محض هذا الإرث بالنسبة للدراسات هذه من الأشياء التي يجب دراستها بطريقة أكثر يعني من الأشياء التي نهدف من خلال هذه الدورات هو أن الكثير منكم اليوم قادرين على مواصلة التعليم قادرين على أن يكون لهم مسار يعني طويل في البحوث وهذه من الاشياء التي يجب التطرق آه عليه فيها خصوصا في الديزاين ستوديو كذلك في الـ في الـ كل آه كل المشاريع التي ممكن التطرق آه اليها آه هنا اكون ممتنه اذا هنالك جلسه فيما يخص اعاده الاعمار والتعافي الاقتصادي اوكي آه بالنسبه بالنسبه آه ابن خلدون ممكن حبعت الجزء الذي يخص هذا بالنسبة للعلاقة بين الأخلاق والتطوير الحضري لكن دراسة ابن خلدون ليس هو بس فقط يعني هنالك الكثير من الجاحظ المتنبي كثير من من العلماء الذي تطرقوا للموضوع الأخلاق وكذلك من العلماء المعاصرين تطرقوا على كيفيه الربط بين الاخلاق والتطوير الحضري لان هذا جزء كبير ومنسي في التخطيط الحضري. الايثك والمورالز مهمين جدا وهذا جزء كذلك من هدم المجتمع العربي لان لو لما نقوم بهدم المفهوم العائله، مفهوم العرقيه، العصبيه، مفهوم الاخلاق بحد ذاته هنالك في الاخر ليس ليس ممكن نقول ان هل في عالم عربي هل في مدن عربية صحيحة هل في أصلا يعني أنا لو أتطرق لموضوع تونس أقول هل اليوم قادرين على بناء أو التفكير في تخطيط حضري تونسي هذا هذه من جملة الأسئلة التي ممكن الواحد يتساءلها ويتطرق إليها لفهم لفهم المسارات التي ممكن ان نتخذها في تنميه المستوطنات البشريه في المنطقه العربيه ككل إن شاء الله. وارجو اني يعني, يعني جاوبت يعني على الاسئله احنا ان شاء الله لقاءنا القادم في برضو الثالث سبت من نوفمبر 16 نوفمبر ان شاء الله بتكون الجلسه الخامسه والخ... والاخيره هي السادسه مفروض في ديسمبر نبدا الموسم الثاني ان شاء الله في 25 باذن الله ان شاء الله شكرا لك يعطيك العافيه ونشوفكم على خير مع السلامه